استغفر الله يا رب، استغفر الله، ولينا كل حيوان هذا ياكل في هذا. الاطفال من العائله واحده من اب واحد، ومن ذاك ما يتلاقاوش في الطابله. شوف بلي مازالت كاينه لما تاع رمضان تاع زمان، ولا تبدلت؟ تبدلت يا بنتي. نعم تبدلت بالبزاف، ماشي كيما زمان. خلاص انقطعت صاله الرحم هذيك، والمشي التليفون الالكترونيك هذه، هاد الحوايج هادو كاع اطرو، فهمتي؟ ماشي كيما زمان. زمان كانوا يتليموا خاطر شي علاه باب وحده هي اللي تدخل، ماشي كيما درك باطيمات كل واحد تاخذ راسه وحده. بكري كانت القعده والجنثه والشيخ برمضان، بكري كانت ريحه رمضان تشميها من البعيد، كي طيب شربه تشميها، يطيبوا فوق النافق فوق الجمر، ماشي كيما يطيبوا دوق فوق الكاز. قل لي خويا، تشوف لي مازال كاين هذيك لمة تاع رمضان بين الاهل والاقارب، ومازال الاخ يعرض خوه، الاخت تعرض خوتها، اسكو تشوف لي مازال كاين هذيك لمة تاع زمان؟ ما بقاش هذيك لمة تاع زمان، يعني كاين ناس حاجه نسبه قليله اللي محافظين على هذه. اليوم راه كيما نقول لك كل واحد راسو راس الطباخ. كاش كيما لمة تاع المايده، راحت المايده هذيك دوك الطوابل والكراسه وطابوريات، راحت راحت هذيك العقليه. بكري كنا نقعدوا في الارض، في الارض المرميطه قدام يما من هنايا، هي اللي تسقي هكذا كل السخون. على كل حال الخير اللي كان بكري، النيه اللي كنا عايشينها، كنا مازال تمسكين بالاسلام الحقيقي. حنا المسلمين نورمالمون تمسكين بين بعضنا بعض. ما بقاتش النيه كما تاع زمان، كما كنا بكري على ليبوك، كما يقول لك فزت النيه. لما تاع بكري ما بقاتش في المجتمع هذا نتاعنا، في العصر هذا اللي رانا نشوفه فيه، ما بقاش لما تاع بكري. وكل ما هي حاجه كان مثلا الجار في رمضان المعظم يشوف جاره، يحترم جاره، يشوف بلك جاره ما روش متعشي، ما روش ماكل، يطل عليه. الوقت اللي رانا فيه وقت تغير بزاف، التكنولوجيا غيرت تغاتع التقاليد. بكري في رمضان يجوك ضياف تفطر معهم وديروا السهرة واللمة والاتاي والقهوة، واليوم كل واحد عنده الكون تاعه وعنده بورطاب تاعه، ولا قال لك صح هذيك يبعثها لك بالميساج. لما تاع قبل ما بقاتش بصراحة، ما بقاتش، راحت النية، راحت القدر، راح كل شيء. يعني قعدت العائلات الآن في شهر رمضان تقريبا عادوا يفيتوا، ما عادوش يروحوا لبعضهم البعض. بينما لو كنشوفوا هنا برك في الثمانينات والسبعينيات والتسعينيات، كانت العائلات دار واحده، يديروا البقاله، يديروا النشاط، حفلات في الضياف، في الديور، حفلات الختان. اما الان في الوقت هذا ما بقاتش، عادت الناس كلها جاب دار واحده، ما عادش اللمات كما بكري. ما كان لا طابله لا لمه لا بيبرتات كيما بكري صاروا شباب، لا بالمقاهي كيما زمان، لا الحطات في الشارع الليل ما كانش. راحت هذيك البنا هذيك. بكري كانوا الناس على برك عائلات خمسة ستة في دار، كانوا حنا نقولوا زمان حوش، فهمتي؟ هذا ياكل من عند هذا، في الليل يتلموا الرجال، يروحوا كيما نقولوا يسهروا في القهوي، ونسى يتلموا مع بعضهم، يقصروا يديروا الحلاوي يديروا، هذه هي. باش تقولي لي بنت كيما زمان، هادي شاطرك فرغي. الأطفال من عائلة واحدة من أب واحد، ومن ذاك ما يتلاقاوش في الطابلة. واحد يفطر عند صاحبه، واحد يفطر عند خالته، واحد يفطر عند كل واحد كيفاش. استغفر الله يا رب، استغفر الله، ولينا كل حيوان. هذا ياكل في هذا، هذا يعض في هذا، هذا يدي الحق لهذا، هذا يكذب، هذا هو العضان تاع الحيوان. شوف اللي مازالت كاينه لما تاع رمضان تاع زمان، ولا تغيرت؟ وتغيرت بزاف بزاف، مش كيما كانت زمان. كانت زمان كان حلوه، كان كل حاجه تلقى قدامك، كيبعثوا كيتعاملوا بعضهم جيران من هكذا، دوك ما كان والو، فهمتي؟ كان برا مازالت فيها تاع من لما هذيك، بصح حنا بالعاصمه ما كاش، راحت. حنا بكري كنا طبسي واحد كاع ياكلوا فيه، دوك ما كاش كاع. لا نقصت بزاف، بروفار كيما كانت بكري ودوك نقصت. كانت بكري تشوفها خير من دوك، ونقدر نقول كانت نقصت من ناحيه كانت معيشه، من ناحيه هي هذاك نقصت ما كانش نيا كما كانت. حتى في الدار شوف الاخت ومع الخو ومع الفاميليا ما كانش، بالتليفون ما يهضرش معاه مثلا باش يمشي يشوفه ويقول له واش راك لاباس، شوف الاحوال نتاعو ولا ناقص
كاش حاجه ما ناقصش غير بالتليفون برك، حتى في مناسبات في الاعياد وكلش ما يروحش باش يقول لك نشوف، يهز التليفون يبيبيلو اك مليح مليح لاباس تربح هذا ما كان. حقيقة كنا نتعلي ناكلوا ماكلة بعضانا، الجيران بدلوا الماكلة، كاين نتعلي يروحوا نسهروا مع بعضانا. شوفوا الوقت اللي انا فيه دوكا اصبح ادمان على الهاتف مواقع التواصل الاجتماعي. اسكو تشوف باللي الصائم يقدر يوفق بين الصلاة تاعو القيم تاعو في شهر رمضان ولا ما يقدرش يوفق بين الهاتف وبين؟ يقدر الانسان يوفق بين صلاته وبين الهاتف، ولكن الهاتف طغى على يعني ادى الوقت كامل اداه الانسان، سيرتو الواحد او يصلي ويكمل التراويح عاود يرجع ديريكت للتليفون، لانه التليفون اصبح ادمان، اصبح الانسان مدمن على الهاتف. درك يكون فاس المحقق اللي جان يخطا ويصوب، ولكن نو هي حاجه سيرت ناج لازم يرجع الامور نتاعو. المسلم ما يقعدش غير يقعد كاسول ولا يقعد راقد ولا يقعد يدوم ولا يقعد يتمسخر، كان قراءة القرآن، الصلوات، المساجد، العمل، السعي إلى الخير. هو الصيام ماشي تاع الدومين لا تاع اللعب ولا اللعب بالهاتف ولا ما هو صايم. إنسان عنده هذاك الوقت هذاك يكونوا كتب بيناتهم بين ربعا هذا لهذا هذاك شو هذاك عندنا في الليل مصح هذاك ويجيب حتى الساعة السادسة صباح في رمضانية قبل رمضانية يلعبوا به حتى يطلع النهار. الناس العقل تاع بنادم يروح ترمي ولا ما يعرفش شو يدير، يفسد العقل هذاك على بالكي. هي بالك في صالة التراويح ممكن الهاتف يكون عندك مشكل معاه، وإنما في الظهور ولا في العصر ولا في المغرب شحال فيه الظهور تصلي خمس دقائق عشر دقائق تصلي الظهور، الهاتف ما نقدرش تنطفي عشر دقائق نورمال. لا صلاة والبورتاب بورتاب دوك انا باش نقعد هكذاك كي يلحق الظهر نصلي، يلحق العصر نصلي، يلحق المغرب نصلي، الفجر نصلي، العشاء نصلي. مي باش نقول لك ان البورتاب زعما نحطو هكذا دخل رمضان نحط البورتاب ما نقدرش، انا دخلت في دخلت في الفيسا على الانترنت ما نقدرش، ما من نرقد نعاود نرد ليه ما قدرناش نحيوها لاولادنا هذاك مرض يعوذ بالله. ايوا علاش يقول لك مدمن؟ هذا اكثر من المدمن هذا، واعر هذه الحوايج هذوما يعوذ بالله. ان شاء الله ربي يلطفنا ويبرينا منها. المهم كل حاجه عندها وقتها، معناتها وقت الصلاه تعطي لها وقتها حقها كما يسمى الحال، وقت اليوتيوب هذاك وقت الفراغ اللي تكون قاعد فيه. ما تقدرش تحكي مع الناس تقول له نحي البورطابل ولا ما ديرش هكذا، يقول هذه حريه الراي، يقول لك انا حريه في الدار في الاسره نتاعك ما تقدرش بنتك او ولدك لو كان تقول لها نحي مثلا هذا البورطابل كنت تسحب عليك وبالك تهمل كاع، تقول لك حريه الراي ما تسنيش، انا حره في الاعمال نتاعي نعمل ما نشاء. الهاتف حتى هو تكنولوجيا وفيه ولكن الانسان كي يتمادى على حاجه تولي ادمان، ولاد ولا حاكم غير الهاتف ينسى ولاده ينسى روحه ينسى داره، وانا نظن كانه انسان يدير المخدرات تقريبا. انا بالنسبه لي هذا وراي الخاصه. لا دوك التليفون يحطوا نوم ويصلي يحطوا في الدار نورمال يصلي، بصح كاين وكاين كاين اللي كونيكتي حق الوقت يصلي، كاين اللي يخلي كاين ما يصليش محبوس كاع على هذاك غير كونيكتي. الصائم ما عندوش وقت صلاه، الصائم يقول كان ما عنديش وقت باش نصلي وكذا وكذا. هذا شهر الرحمة، شهر المغفرات، شهر العبادة الذي بعثها رب العالمين، الذي أغلق الأبواب النار أفتح الأبواب الجنة للمؤمنين والمؤمنات الذين يسرعون بخفة لبيوت الله لصلاة التراويح والعبادة وقراءة القرآن. هي أحسن من الآخر للكرة تاع بنادم، القرآن وصلاة العبادة هي دواء. هذو كما يقول لك راهم أرشوا، علاش هذو عندهم علاقة مع الإيمان ومع الدين، يعني تلقاه يعني يقول لك شهدوا لا اله الا رسول الله، بصح لو كانت تقولي له مثلا اعطيني نواقض الوضوء ما على بالوش. الطبيعه يعني انا نقول ربي يهدي ما خلق، واش نقولوا؟ واحد يحب كاين لي ناس تخلي تبلع محلاتها وتروح تصلي. نهار اللي تدخل الحفر هذاك القبر هذا بالقبر يسالك اول ملك الموت هي الصلاه والعباده واش درت دينك واش خدم يا صغري. خدمت القبري خدمت القبري. لازم حنا لا امتحانات هذه الاراضي
الدنيا تصحي ابتسامات عند ربي العالمين كان بزاف يقول لك هذه هي الدنيا. ونتمنى الشباب تاعنا الجيل الصاعد هذا لازم ما تنساوش الصلاة، ما تنساوش العبادة، ما تنساوش الزكاة، ما تنساوش سنة الرحيم، ما تنساوش الفقراء والمساكين.